مخرج سيمو مصور. العناوين: باكيج قيد الاعداد، اعتذار الحريري وحكومة انتخابات انتقالية حسب معلومات خاصة لصوت لبنان. الرئيس الجمهور يدعو من ألمانيا إلى برنامج أوروبي للإنقاذ، ووفد من حزب الله عند التشناق. جملات: البطاقة التمويلية بطاقة انتخابية، ودعم المحروقات على طويلة بعبدة. عويدات يفتح تحقيقا بجرم الإثراء غير المشروع. كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية. داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. Follow us on Twitter. تويتر at صوت لبنان. بالاسم بطاقة تمويلية، بالفعل بطاقة انتخابية بأسلوب التوظيف الانتخابي الذي مارسته الأحزاب الشريكة في حكومة الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018. بالاسم لبنانة المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة، وبالفعل صناعة سياسية محلية لترويج حكومة محاصصة ينال كل ديك 6 من أصل 8 وزراء في كل فئة. المبادرة تنتظر إشارة الأمين العام لحزب الله الذي سيتحدث غدا بعدما يكون قد أوفى المتنازعين على الثروة الحكومية نبيه بري وجبران باسيل كلا وضع حقه، ما يذكر بالدور السوري خلال حقبة الوصاية، بحيث يدخل الفريقان عن جر متخاصمين ويخرجان متفاهمين من دون أن ينال أي منهما مطلبه كاملا. وبالتوازي تعمل أوساط محلية نافذة بالتواصل مع جهات أوروبية على تقديم باكيج تنفيذي يقوم بحسب معلومات خاصة لصوت لبنان على التالي: أولا، التفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري على الاعتذار المسند إلى اتفاق مسبق على تأليف حكومة انتخابات يكون للحريري فيها حق التذكية وحق النقد على اسم رئيس الوزراء. ثانيا، تنهض الحكومة لفترة انتقالية وببرنامج محدد بنقطتين: إجراء الانتخابات النيابية المبكرة إذا أمكن وإلا في موعدها الطبيعي، والاهتمام بالشأن الحياتي. ثالثا، هذا الإخراج يشكل خروجا ناعما ولطيفا على مبادرة الرئيس بري ودفنا محترما لها بعدما اعتبرت المبادرة الفرنسية بحكم المنتهية. رابعا، تبقى مسألة غير محسومة يحاول الأوروبيون الضغط باتجاهها وتقضي بعدم تعديل أو تقصير أي من الولايات الدستورية سواء الرئاسية أو النيابية، لكن مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة تعيد ثقة اللبناني بمجلسه وثقة المجتمع الدولي بلبنان تلافيا للارتطام الكبير. الرئيس أمين الجميل أجرى محادثات مع المسؤولين الألمان تمحورت حول بلورة مبادرات آنية وطويلة الأمد ألمانية وأوروبية تحاكي الوضعين الاقتصادي والإنساني في لبنان، وتستهدف إعادة بناء المؤسسات على أساس الإصلاح المستدام. وكان الرئيس الجميل قد التقى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رئيس مقاطعة نورث راين وستفاليا أرمين لاشيت، المرشح لمنصب مستشار ألمانيا خلفا للمستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل في ضوء الانتخابات العامة في أيلول المقبل. وتناول البحث مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، حيث شدد الجميل على أهمية معالجة المخاطر الناتجة عن تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة عبر الأذرع التي تدعمها طهران في بعض الدول والتي كان نصيب لبنان منها عزله عن محيطه العربي. وناشد الرئيس الجميل
مضيفه بالعمل من خلال النفوذ الألماني داخل الاتحاد الأوروبي على بلورة برنامج إنقاذي يستهدف انتشال لبنان من المخاطر المتعددة الوجوه التي يرزح تحتها، وبخاصة الأزمة الإنسانية التي تعصف باللبنانيين. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط اعتبر أن أحد أسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو أن الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة إلى الأسطوانة عينها في التأليف والتشكيل. وأضاف عبر تويتر: لا قيمة للبطاقة التمويلية من دون تنسيق مع البنك الدولي، لافتا إلى أن ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل، داعيا إلى إعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة. وآخر المستجدات على الساحة الداخلية من سياسية واقتصادية كانت مدار بحث بين وفد من حزب الله وحزب الطشناق في مقرهم في برج حمود، كما تم التشديد على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ البلد من الأزمة الراهنة والعمل على تأمين المقومات الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني. النائب أولى نحاس نقل تحذير رئيس نجيب ميقاتي من تداعيات الاعتذار أو الاستمرار في عرقلة التأليف. الموضوع مش لعبة سياسية، لأنه اليوم المجلس النيابي كلف الرئيس سعد الحريري أي إلغاء لهذا الخيار وبيفوته بمتاهات أصعب وأدهى من الاعتذار. تأليف الحكومة هو أسرع سبيل للخروج من هذا المأزق. موضوع الشخص أو موضوع توازن السياسي عم يشدد انه هيدا اسرع طريق للخروج من المأزق. موضوع الدعم على المحروقات شكل محور الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية صباحا، وضم وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمو غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي. ودرس الاجتماع اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد. رئيس الجمهورية اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وتداول معه في النقاط المطروحة لمعالجة الأزمة، وتقرر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي تدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم. النائب أولى نحاس نقل موافقة مصرف لبنان بشخص نائب الحاكم على استمرار دعم المحروقات على أساس 3900 ليرة، وقال لصوت لبنان: لما كنا باللجان المشتركة عم ندرس موضوع البطاقة التمويلية، نائب الحاكم قال انه بنعدل موضوع استيراد الفيول او البنزين على مستوى 3900، بصير عنده قدرة اكبر المصرف المركزي انه يقوم بهذه العملية، بصير عنده قدرة اكثر انه يطول موضوع الدعم للحفاظ على احتياط الميزانية تبعه. عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس حدد سعر صفيحة البنزين في حال استمر الدعم على أساس 3900 ليرة، وقال لصوت لبنان: حسب ما أعلن وزير الطاقة أنه بين 60 و 62 ألف ليرة، إذا كانوا بده يفتحوا الاعتمادات على أساس 3900 ليرة، وإذا ضلينا بسياسة الدعم مثل ما هي وما نحن تأكدنا أنه هالاعتمادات راح تكون بكمية كافية بصورة مستمرة ومتواصلة لشركات الاستيراد لتبلا تجيب الدعم، مش بنفتح اعتمادان وبننطر جمعة 10 ايام كمان ما بنفتح. بس الاهم من هيدا كمان انه بدها تتاكد الدولة والاجهزة الامنية والسلطات المعنية انه مادة البنزين عم تتسلم من مستودعات الشركات للسوق المحلي انه عم توصل على المحطات، مش على الطريق عم يختفي ثلاث ارباعها. اليوم يوجد بنزين بالسوق او لا يوجد؟ في غيرتين ناس عندها، في ناس ما عندها، وفي تأخير كان للموافقة مصرف لبنان على الاعتمادات. البطاقة التمويلية كيف ستقر وتنفذ؟ الجواب في هذا التقرير لتراز الخوري. البطاقة التمويلية التي وعد بها المواطن اللبناني الذي ينتظر أمام محطات المحروقات وأمام السوبر ماركت لم تقر بعد، وما زالت السلطة السياسية تغرد خارج السرب لكسب الوقت.
ماذا توفر هذه البطاقة على الطبقة الفقيرة والمتوسطة؟ سؤال أجاب عنه رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو. وقف كافة أشكال الدعم وإعطاء بطاقة تأمينية للمحتاجين، العائلات الفقيرة المتوسطة كمان والصغيرة. هذا هو الحل اليوم للخروج من الأزمة، ووضع خطة طبعا يعني البلد، خطة مالية اقتصادية للخروج من الأزمة. هذا كله اليوم غير متوفر حتى الساعة. لازال البرلمان اللبناني بيتلحى بهذه القضايا، بيتلحى بنقاشات صفصائية ما إلى أي نتيجة. واليوم شفنا قانون كابيتال كونتور كيف عم بجرجوه من أجل هذه البطاقة قادرة أن تضمن جراح الناس ولو جزئيا، وعدم إقرار هذه البطاقة يزيد الطين بلة. الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. في حال رفع الدعم الكلي عن الدواء وما تبقى من مواد غذائية مدعومة والمحروقات، طبعا تأثيرها بيكون كتير محدود، لأنه مثلا الدواء في حال رفع الدعم الكلي عنه سيرتفع سعره ما بين 7 إلى 8 أضعاف. اليوم البنزين إذا تم تسعير الصحيحي على 3600 بيصير حقه 60,000 ليرة، إذا رفعناه كليا بيصير حقه 195,000 ليرة. المواد الغذائية المدعومة رح يرتفع سعرها بين 3 إلى 4 أضعاف، وبالتالي إذا أعطيتين المواطن 90 دولار أو حتى 137 دولار بيكون التأثير محدود جدا، بس بتخفف، بس بيكون تقليل من آثار رفع الدعم بيكون محدود جدا. وإلى إقرار هذه البطاقة يبقى المواطن اللبناني في المجهول ويبقى يدفع الثمن. تراز الخوري، صوت لبنان. في التحركات، قطع عدد من الشبان ساحة إيليا في صيدا بالسيارات احتجاجا على ذل المواطنين أمام محطات الوقود وارتفاع سعر الدولار وغلاء المواد الغذائية والتقنين القاسي بالتيار الكهربائي. الكتلة الوطنية تطلق برنامجها السياسي. المزيد مع مروان الأدوم. دولتنا دولة من أول وجديد عنوان لبرنامج حزب الكتلة الوطنية السياسي الذي أطلق اليوم من بيت الكتلة في جميزة بحضور أنعام حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر وعدد من ممثلي المجموعات التغييرية ومحازبين كتلويين. أمين عام الحزب بيير عيسى عاد وانتقد الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى التفليسة ولا تزال مصرة على متابعة التخريب. أحزاب الطوائف، أحزاب السلطة، أحزاب التسميات والمحاصصة دمروا لبنان وبعدها عم يدمروا لبنان. اليوم جاي أحكيكم عن الفرق بين دولة تكون عن جد دولة ودولة الدوليات اللي قانون فيها. دولة اللي عن جد دولة عندها مشروع حكم، ما عندها مشروع سلطة. هن اللي أكيد إنه بيعرفوا ياخذوا السلطة، بيعرفوا خاصة يتكمشوا بالسلطة ويحافظوا على السلطة، بس اللي أكيد أكثر إنه ما بيعرفوا يحكم والسجرة تنعرف من ثمارها. تفليسي الكارثية اللي معيشين منها أكبر برهان. عيسى الذي أسهب في التحدث عن مشروع دولتنا دولة من أول وجديد ذكر بمبادئ الكتلة الوطنية الحزب العريق المتجدد. نحن كحزب كتلة وطنية، حزب تاريخي ومعروف من وقت تأسيسنا شو إنجازاتنا ومبادئنا وبرامجنا، مش رح نحكي عنه اليوم، بس اللي معروف كمان انه من وقت انشائنا نحن مش مشروع حزب، نحن مشروع وطن، نحن مش مشروع حزب، نحن مشروع دولة، مش مشروع زعيم ولا مشروع نائب ولا مشروع مختار. اللقاء شهد أفلام توعوية قصيرة تشرح مضمون البرنامج السياسي للكتلة الوطنية على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الإنمائية، الصحية، المالية وحتى الأمنية. من بيت الكتلة في جميزة، مروان أدوم، صوت لبنان. قضائيا، فتح المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحقيقا اوليا ضد كل ما يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين او السابقين الذين حولوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الاثراء غير المشروع. بعد الفاصل، المستشفيات ضياع وفوضى. كبابجي عم يضرب من جديد. من بعد ساندويش الكفتة اللبنانية النص كيلو، هلأ ساندويش الدجاج كريسبي كمان حوالي النص كيلو بس ب 28,000 ليرة. الدجاج كريسبي مع بطاطا، ملفوف، مايونيز خالي من البيض، كبيس وتوم، خبز عربي رغيف أو خبز فرنجي، هودي كلهم بس ب 28,000 ليرة.
لكن صار الكفتة اللبنانية نص كيلو والدجاج الكريسبي كمان نص كيلو من كبابجي. للدليفري تصلوا على 1590 أو نزلوا أبليكيشن كبابجي. موشات المساء اليوم الخميس، ما هو المتوقع من القمة الأمريكية الروسية ومحادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني؟ وما معنى الحديث الأمريكي بأن هذا الاتفاق غير كاف لمعالجة ملفات الصواريخ الباليستية ودعم إيران لوكلائها في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان؟ وعندها ما سيكون عليه نصيب لبنان من كل ما يجري؟ الجواب مع السفير المتقاعد مسعود المعلوف. موشط المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم جورج شهين. نبه رئيس لجنة الصحة النيابية أن بعصم عراجي من أننا قد نقع مجددا في المحظور، لأن الاستهتار بالإجراءات الوقائية مؤشر يدعو إلى القلق، ولا سيما أن المتحور الهندي سريع الانتشار. نقابة المستشفيات أكدت أنه بات متعذرا استقبال المرضى على عاتق الجهات الضامنة الرسمية والخاصة من دون تحميل المريض فروقات في أسعار المستلزمات الطبية والفحوصات المخبرية والشعاعية، واعتبرت أن الضياع والفوضى هما سيدا الوضع، وكل يوم يحمل لنا مفاجآت لا تكون في الحسبان، ومنها على سبيل المثال الشح في المواد المضللة التي تستعمل في عمليات تمييل شرايين القلب وبعض الصور الشعاعية، وفي مادة المازوت التي تهدد المستشفيات بالإقفال. وأكدت ألا حل لمشاكل القطاع الاستشفائي من دون دعم خارجي لن يأتي قبل تشكيل حكومة. أوقفت مجموعة من الشبان شاحنة محملة بالحليب على طريق حلبة في عكار ووزعته على المارة. نبهت الخارجية الروسية من قصف السفن مباشرة في حال لم تلتزم بالقانون الدولي وتحترم حدود روسيا، محذرة الجميع من اختراق حدودها بدعوى حرية الملاحة. في المقابل رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن على الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى حوار مباشر مع روسيا ورئيسها ووضع آليات للرد على استفزازاتها، وقد أيد الكرملين تعزيز الحوار مع الاتحاد الأوروبي. غدات إدراج واشنطن 5 شركات صينية على لائحة العقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان دانت بكين الأمر منتقدة السياسة الأمريكية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن فيروس كورونا يتحور، داعيا إلى تضامن دولي لمواجهته. هذا وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا عتبة 20,000 لأول مرة منذ 5 أشهر، كما ارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 568 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة منذ كانون الثاني الماضي. إلى ذلك لفتت شركة فايزر إلى أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة، مؤكدة أن لقاحها فعال ضدها بنسبة 90%. في العراق تم إعدام 13 إرهابيا من داعش اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في رمضان 2019. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ولا سيما فوق الجبال وفي الداخل. كان في النشرة باكيج قيد الأعداد، اعتذار الحريري وحكومة انتخابات انتقالية حسب معلومات خاصة لصوت لبنان. الرئيس جميل يدعو من ألمانيا إلى برنامج أوروبي للإنقاذ. ووفد من حزب الله عند التشنط. جملات البطاقة التمويلية بطاقة انتخابية. ودعم المحروقات على طويلة بعبدة. عويدات يفتح تحقيقا بجرم الإثراء غير المشروع. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة. We'll be right back.